الطمع. لما طلبت من الشاعر تامر حسين إنك تاخد 9 أغاني كنت محضرهم لعمرو دياب، ما طمعتش. أنا كنت واخد أجازة سنة وقررت إن أنا مش هعمل مزيكا. في الفترة دي اتصل بيا قال لي عايزين نعمل أغاني ولازم تنزل ولازم، كنت في الساحل الشمالي. طب أنا عايز أعرف أجازة سنة من إيه الأول بس؟ تمت 20 سنة تلحين، قلت أخد سنة أجازة لأن أنت دايماً في دايرة ليكي أسرة ولي جديدة أول مرة أسمعها. في ولادك خلاص بيكبروا داخلين الجامعة، فترة مراهقة عايزة تقعدي معاهم. أنت مش موظف، أنت ملحن كبير. بس في فترة المراهقة دي لازم تكوني جنب ولادك. طيب. فأنا قررت ساعتها في شهر 12 كتبت تويتر بتقول أنا يا جماعة عملت التاريخ دوت مع الفنان ده، هاخد سنة بقى أجازة. تاريخ كبير طبعًا. طبعًا. وقررت آخد سنة، هو نزلني عشان أعمل أغاني. وكنا ساعتها في ديل واتفاق ان انا هقوم بالالبوم كله. ممكن نقول اسمه مين؟ مش عايز اذكر اسماء، مش عايز اذكر اسماء لان في عيش وملح وفي عشره وانا بحبه وبقدره كله. بس انت قلت انه اللي بيحاول يهدك بترد عليه. بصي احنا في سوق، والسوق ده في غيره وفي حاجات كتيره جدا ممكن المستمع ما بيعرفهاش وما بيشوفهاش وما يعرفش اي حاجه. لو المستمع النهارده اجي اصدمه النهارده اقول له ان انا خدت في العشرين سنه اجر مادي 8 فرحين ممكن يتعملوا في يوم، فاعتقد هو هيقول لي لا احنا ما كناش متوقعين كده. فلازم الشعب يبقى عارف النهارده ان انا في خلال السنتين دول اللي معاه عكس ده يطلع يقوله. تقصد من ذلك الشخص؟ من في أجر مادي. أنا عارفة الأجر. 8 فرحين. أنا عارفة الأجر. 8 فرحين. أقوله؟ لا مش عايز أقوله. مش عايز أتكلم ومش عايز أتكلم بأرقام. أصل ده صغير جدا، أنا مش مصدقة لما عرفت. أصل أنا برضه عندي مصادر. في الآخر أنا ممكن أعمل فرح أو فرحين في اليوم. فتاريخي كله معاه بالتاريخ ده كله يبقى 8 فرحين. طب ليه كنت توافق؟ يبقى عشان الحب وعشان العشرة. يبقى انا انسان مخلص. ولا علشان برضه تتشهر لان هو مشهور؟ لا انا اتشهرت بيوم ورا يوم، وبشرة خير اكتر اغنيه اتشهرت في العالم طبعا. الناس بتقول بقى ده مع فلان يبقى عاملهم بقى بالظبط. فلا كل واحد يعرف. طب لما اخذت الاغاني نقول ده كان طمع ولا رد الالم؟ ما خدتهاش، بالعكس. منهم اغنيه نزلت في اعلان لشريم في رمضان. منهم أغنية نزلت لشيرين في إعلان لرمضان. طب هسألك سؤال واضح، لما قررت تاخدهم كان طمع من عمرو مصطفى ولا انتقام؟ لا ما خدتهمش. طب ما عملت فيهم إيه؟ رميتهم. منهم أغاني هتنزل إن شاء الله مع إليسا. يبقى انتقام. لا مش انتقام. مش انتقام. بتحصل إن أنت بتبقي عندك تراكمات بتقولي الإنسان هيتغير. الشخصية دي معروف عنها البخل؟ لا ولا هو بيعمل معاك أنت كده شخصيا؟ نوضح بس للمشاهد اللي بيشوف. الخلاف كان معنوي برضو لأن كنت حوافق بأي رقم، ما كانش هيفرق معايا المادة لأن المادة خلاص يعني مش هنتكلم فيها قوي يعني عشرة بقى. وكان في اغنيه وطنيه مفروض انا كنت دايما يقولوا لي ايه هات عمرو دياب يغني اغنيه وطنيه او ذكرت اسمه هاتوا يغني اغنيه وطنيه، فغنى اغنيه وطنيه مش بتاعتي. انا عايزه يا جماعه مكافاه النهارده عشان انا فضلت وراه لحد ما وخرجته عن شعوره وهدوءه. فانا استفزيت ان انا ما عملتش الاغنيه الوطنيه، غيرت على الحته الوطنيه اللي انا عايز اعملها وانا اولى لان انا مرتبط اسمي بيه اكتر واحد. فما حصل كده يعني انا لما تغني وطني بقى انا بقى يعني انا يعني الفتره اللي يعني انا سبت فيها حياتي كلها لحن ما عملتش اغنيه وطنيه. لا ما عملتش. ما عملتش. بس هو قال لي انا هنزل باغنيه وطنيه لحني، سيبها لي بقى. فهنا حصل يعني ايه سيبها لي؟ يعني سيبني ان انا هنزل باغنيه لحن انا اللي هعملها. فما نزلت بلحن ولا كان شايف ملحن تاني افضل منك؟ مش كلهم احسن مني. تمام مفيش مشكله. اللي انا بتكلم عن المبدا. عجبني ثقتك في نفسك على فكره. فعلا تمام. فالمبدا نفسه كان ايه؟ ان هو ان انت اما هتعمل حاجه كبيره للوطن تبقى معايا. ما حصلش. فساعتها انا مش فارق معايا بقى اغاني ومش فارق معايا حاجه ومش فارق معايا كل التاريخ ومش فارق اي حاجه. مع السلامه. اعتبرت انه ده خيانه منه. مش هقول خيانة لأنه أنا بحبه جدا وما زلت بحبه. خزلك؟ خزلان؟ يعني اتخزلت. ابتديت إن أنا أحس إن أنا لا أنا بدي كتير وده ما ينفعش إن أنا